الله تعالى يقول: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تمام؟ طيب، الآن سأقول لكم كيف يكون الإعجاز من داخل القرآن ليس من خارجه. لا نتحايل على أرقام السور وأرقام الآيات ونجمع ونطرح وكذا، لا، الإعجاز يجب أن يكون واضحا ومباشرا. إذا كلمة سور وردت مرة واحدة في القرآن في سورة هود، بقية السور فيها مثلا فأتوا بسورة من مثله، سورة وردت، أما السور بالجمع مرة واحدة. طيب، سور القرآن خلال كم سنة نزلت؟ خلال كم سنة؟ 23 سنة. فعندما نذهب إلى سورة هود هنا، سورة هود هنا أيها الأحبة، هذه هي سورة هود، تبدأ بألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهكذا حتى نجد فأتوا بعشر سور هنا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وهكذا إلى آخر السورة: وادعوا من استطعتم بالله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذن هذه السورة، أنا لدي في البرنامج هنا أحبتي في الله، انتبهوا هنا، جمع الحروف. يعني أنا لدي حرف السين، السين هنا تكرر كم مرة؟ 122 مرة هنا أيها الأحبة، حرف السين 122 مرة. حرف الواو، لأنني سأبحث عن حروف سور، سور 613، والراء 323. الراء، ما هو مجموع هذه؟ أستطيع هنا أن أكتب كلمة سور. البرنامج طبعا هنا سيجمع لي سين واو راء. السين 122 زائد الواو 613 زائد الراء 323، المجموع 1058. هذا العدد البرنامج أوتوماتيكيا يقوم بتحليله لعوامله الأولية، يساوي 23 ضرب 23 ضرب 2. يعني حروف كلمة سور في سورة هود التي هي الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة سور، حرف السين والواو والراء، تكررت 1058 مرة، يساوي 23 ضرب 23 ضرب 2، و 23 هو عدد سنوات نزول القرآن. يعني الله عز وجل اختار حروفا لهذه السورة، سورة هود، التي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثلها أو بمثل عشر سور. اختار حرف السين ليتكرر 122 مرة، والواو 613، والراء 323، ليكون مجموعها 23 ضرب 23 ضرب 2. يعني نرى في هذه الكلمة عدد سنوات نزول القرآن. أنا هذا الأمر ماذا عملت؟ قلت سأرى العشر سور التي قبل سورة هود، هل يمكن أن تعطيني نفس، يعني تعطيني عدد له علاقة بالعدد 23؟ القرآن يقول لك فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هذا الكلام جاء بعد عشر سور. انظروا هنا أيها الأحبة، سورة يونس رقمها 10، سورة هود رقمها 11. فقمت بتحديد هذه الآيات، هذه السور 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا من سورة الفاتحة إلى ما قبل سورة هود حيث ورد التحدي هناك 10 سور.
سبحان الله، حتى التحدي جاء بعد 10 سور، يعني فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. جاء وضع هذا التحدي في السورة رقم 11، يعني تسبقه 10 سور. طب هذه ال10 سور، كلمة سور أو حروف كلمة سور، سين واو راء، كم مرة تكررت؟ انظر أيها الأحبة، عندما أضغط هنا يعطيني حرف السين 2103 مرات في السور العشرة، وحرف الواو 9851، وحرف الراء 4146، المجموع 16100. هذا العدد يساوي 23، لاحظوها، هو من مضاعفات عدد سنوات نزول القرآن. 23 مضروب في 7 مضروب في ماذا؟ في 5، في 5 في 2 في 2، يعني طبعا 5 في 2 ب 10، و5 في 2 ب 10 في 100، يعني 23 في 7 في 100، يعني مجموع سور هنا، حروف سور في السور العشرة الأولى التي تسبق سورة هود، يعني من الفاتحة إلى يونس 16100، يساوي 23 في 7 في 100. كأن الله يريد أن يقول لك هذا كلام الله الحق بنسبة 100% حق. طب أنا هذه النتيجة لم أكن لأنشرها حتى قلت سأجرب العشر سور التي، يعني هنا أنا لدي سورة هود، انظروا أيها الأحبة، بعد سورة هود لدي سورة يوسف، ثم الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء. هذه 10 سور أيها الأحبة. العشر سور التي تلي سورة هود حرف السين تكرر 1069 مرة، وحرف الواو 3786، وحرف الراء 2068، مجموعها 6923، يساوي 43 في 23 في 7 أيضا، يعني العشر سور التي قبل سورة هود من كلمة حروف كلمة سور فيها من مضاعفات 23 عدد سنوات نزول القرآن في 7، والسبعة هي إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، و7 سماوات و7 أراضين كذا. والعشر سور التي بعد سورة هود، لأن سورة هود هي مركزية، سورة هود سورة مركزية، العشر سور التي بعد سورة هود من سورة يوسف إلى سورة الأنبياء، هذه السور العشرة أيضا حروف كلمة سور تكررت أيضا مضاعفات 23. ثم قلت على ما أذكر، يعني أنا لم أجد الأوراق ولكن سأجرب معكم، يعني قلت سأذهب إلى سورة ياسين باعتبارها قلب القرآن، هذه سورة ياسين، وسأخذ 10 سور، 1 2، طبعا هنا أيها الأحبة يعطيك السور المحددة، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، 5، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، 10 سور، السور المحددة 10. الآن أيها الأحبة، حروف كلمة السور من سورة ياسين إلى الجاثية 10 سور، يعني من قلب القرآن بدأنا العد، حرف السين 614، حرف الواو 2496، حرف الراء 1260، المجموع 4370، يساوي 23 ضرب 19 ضرب 10، إذن أيضا مضاعفات 23. ثم على ما أذكر قلت سأجرب من سورة العلق باعتبار أن العلق هي أول سورة نزلت من القرآن، يعني أنا لا أخذ سور عشوائية، سورة العلق هي أول سورة نزلت من القرآن أيها الأحبة، رقمها 96، وسأعد 10 سور، لا أذكر قبلها أو بعدها، ولكن
أجرب معكم، يعني نحن نحاول أن نستكشف. فعددت 10 صور من العلق إلى الفيل، باعتبار أن أول سورة نزلت هي سورة العلق، والقرآن نزل خلال 23 سنة، يعني نحن محور الإعجاز هنا 23. فكلمة سور، سين ذكر 23 مرة، سبحان الله، نفس عدد سنوات نزول القرآن. الواو 94 مرة، الراء 90، المجموع 207 يساوي 23 في 3 في 3، يعني أيضا مضاعفات 23. لاحظوا أنا في هذا المثال الذي قدمته لكم أيها الأحبة، أنا أخذ 10 صور وأبحث عن كلمة سور فيها، لأن الله قال تحدى، قال فأتوا بعشر سور مثل مفتريات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.